عسل، وفي عندي رومفول تمام، وفي عندي مي، وفي عندي ليمون وزنجبيل. السلام عليكم، بسم الله ما شاء الله، معكم ابن الشام حباب القلب. الله يسعدكم ويعزكم ويفرحكم مثل ما فرحتوني انا. كل مين كتب تعليق باخر الفيديو، كل مين عم يسال عن ابن الشام، ان شاء الله ربي بيسال عنكم العافيه، وان شاء الله دوم يا رب تكون صحتكم بخير وسلامه، والله يعزكم ويعطيكم الصحه والقوه يا رب. طبعا اخواني مثل ما شفتوا انتم بعنوان الفيديو، ومثل ما انا حكيت بالفيديو القصير اللي قبل هذا الفيديو، اللي هو علاج الفاش الرئوي بمواد طبيعيه 100%. طبعا الفضل الله، اول شيء فضل الله عز وجل، من بعدها قدمنا نحن مواد طبيعيه لبعض الحالات يلي اصحابها متواصل معي على الماسنجر ومقدمين مواد كيماويه وما تعالج الطير تبعهم، بس قدمنا الحمد لله مواد طبيعيه 100%. فضل الله عز وجل كان في نسبه نجاح، ما حقلكم 100%، حقلكم 80%. بس اول شيء بقول لكم انا، يلي ما عنده بال طويل لا يكمل الفيديو، كر الفيديو، لانه العلاج رح تاخذه انت باخر الفيديو. انا بهذا الفيديو باول رح احكي عن الاماكن اللي بتواجد فيها الفاش الرئوي بقلب الطير، وعن الاعراض وعن الاسباب. فانت اخي الكريم اذا بدك تاخذ العلاج كر الفيديو للاخير، العلاج رح يكون باخر الفيديو. اذا ما انك حاب انت تستفاد، اذا حاب تستفاد كمل الفيديو معي خطوة. طبعا اخواني حبايبي للمبتدئين اللي ما بيعرفوا شو هو الفاش الرئوي او وين بتواجد الفاش الرئوي، نحن بنعرف انه الفاش، وانا حاكي عنه بفيديوهات سابقة كيف تتخلص منه انت بالقفاص مثلا، وعامل كذا فيديو رح احط لكم ان شاء الله بصندوق الوصف. طبعا اخواني الفاش العادي اللي هو فيك انت تشوفه بالعين المجردة، اللي بيكون مثلا على المجاسم، عند مثلا المشربية مثلا، عند الزوايا يلي مثل اللي شايفينكم هون مثلا، ممكن يكون بهالزوايا هي، ممكن يكون مثلا مثل ما قلت لكم انا بفيديوهات سابقة بالاراني هي، ممكن مثلا بهالاراني هي. هذا الفاش العادي اللي انت فيك تشوفه بعينك، اما الفاش الرئوي ما فيك تشوفه بالعين المجردة الا اذا مسكت الطير انت وسلطت ضوء عليه، رح تشوف انت بالحويصلة اللي هي هون تمام، خاصة عند الفراخ الصغيرة يلي بالعشاش، يلي اغلبيتكم هلا انتم عم تقولوا لي عم يموت عندي الفراخ، ما بعرف شو هو السبب. ممكن يكون عندك انت فاش بقلب العش وعم يدخل لقلب الطير لتم الطير، فممكن تلاقيه انت ما رح تشوفه بالعين المجردة، رح تشوفه انت مثل ما قلت لكم انا صلت على الحويصلة اللي هون الضوء، ممكن تشوف الفاش بقلب الحويصلة، وبيرتكز اكثر شيء بالرئتين، هو هون بيكون يعني سبب قاتل، سبب قاتل للطير وقت يكون مصاب بالفاش الرئوي. وقت ينزل على الرواية هون ساعتها الطير وصل لمرحلة متقدمة، ما عاد فيك تقدم لا علاج كيماوي ولا علاج طبيعي، لح تخسر الطير لا سمح الله. بس نحن بتقديمنا لهذا العلاج ان شاء الله بمرحلات متقدمة ومرحلات متوسطة تم السيطرة على المرض الفاش الرئوي فضل الله عز وجل. يعني انا مشان اكون معكم صريح وواضح، مو انه يكون مثلا عندك الطير مصاب بالفاش الرئوي باخر ايامه تمام ومراحل متقدمة، يعني ما عم يحسن ياكل، صفي وصل لمرحلة ما عم يحسن ياكل، وتقدم له العلاج الطبيعي وتقلي والله يا ابن الشام ما مش الحال. طيب هي حكينا احنا وين بيرتكز الفاش الرئوي، طيب شو الاسباب؟ هون حطنا الجمال، هون مربط الفرس، وهون الزبده. الاسباب اللي هي قله النظافه، هي بالمرتبه الاولى قله النظافه. من بعدها شو بتجي؟ ارتفاع بدرجات الحراره. ليش انا بقول لكم على طول وقت يكون مرتفع عندكم درجات الحراره، يعني الدنيا صيف قد حمام السباحة تمام، مع خل التفاح الطبيعي أو حلبة، يعني يا حلبة يا خل التفاح الطبيعي. إذا عندك طير مصاب بالفاش الرئوي، عندك طير ما فيه شيء نهائيا، عندك طير عم يغرد مثل الرصاص، حبايب القلب بالصيف قد حمام طبيعي، حمام طبيعي قال قد حمام السباحة. هلأ برجع أنا بحكي والعالم تسألني بالتعليقات، يلي عنده بيض واللي عنده فراخ واللي عم تلف العش، طير عم يغرد، طير ما عم يغرد، طير فايت بالهرار بغيار الريش، يعني
كيف ما درتها أنت، كيف ما لفيتها، حتى الانتاي شو ما كان عندها قدم لها حمام السباحة مع مسؤولية عمي. أنا بقدم للطيور اللي عندي كلها اللي شايفينها قدامكم كلها ياتها، تمام حبايبي؟ عنده بيض، عنده فراخ، بقدم له. هلا كله بقول لي عم ترجع عيد، عم ارجع عيد، لانه في عالم عم ترجع تسالني بالاسئله انه انا عندي او بالتعليقات انه انا عندي انتاي بيضه، قدم لي حمام السباحه. اخي قدم لي حمام السباحه، عندي انتاي، عنده فراخ، قدم لي حمام السباحه مع خل التفاح الطبيعي والحلبي للتخلص من كثير امور، واهمها هي الفاش الرئوي. اهم من اسبابها كمان اللي حكيت عنها فيديوهات سابقه اللي هي الرطوبه وعدم تهويه الغرفه. وجب عليك اخي الكريم لما تكون الرطوبه عندك مرتفعه لازم تنزلها ولازم تهوي الغرفه عندك، هذا امر مفروغ منه. وحذاري حذاري يلي بربي عاشر معشوق، الباجي، عصافير الجنه، الزيبرا، تمام، عملكم اياها يعني بالسوري او بالعراقي او بالجزائري حبايب القلب. الله يسعد اوقاتكم جميعا يا رب، كلكم على العين وعلى الراس. كنار حسون، لا تربي اخي الكريم بقفص خشب الا بحاله واحده، اذا كنت انت عن جد مهتم بموضوع النظافه اللي هي تقريبا شبه يوميه، لانه القفص الخشب هو حبيب قلبه للفاش، بتكاثر فيه بكميات هائله، الافضل يكون حديد. طيب ابن الشم حكيت كثير، شو هي الاعراض؟ نحكي لكم اياها بسرعه مشان يكون فيديو طويل عليكم. اول شيء الاعراض، الطير بيفتح تمه، تمام، بيحرك لسانه وبيخلي بتلاقيه على طول عم ينظف تحت جناحه، بتلاقي راسه نازل بالمرآر عم ينظف تحت جناحه. الانتاي بتهجر العش بموسم التزاوج او بموسم اللي هو مثلا التجهيز، عندي الكوره مثلا ما عم تغرد بصير ما بيغرد الطير، تمام، بينفش ريشه. واهم سبب اللي هو او اهم عارض اللي هو صوت الطقطقه، بتلاقي بالليل بس تقرب اذنك عليه للطير بتسمع صوت صوت طقطقه، هذا دليل على وجود فاش رئوي. وطبعا بعض الاحيان كمان بصير عنده بعض من السعال وبعض من العطاس، يعني بصير بيعطس. وكمان بعض المراحل او بعض الاعراض او بعض الحالات ممكن يصير في عنده سيلان بالانف، ممكن تلاقي انت الله يعزكم شيء مخاطي نازل من الانف، ممكن تستغرب انه شو هذا، هاي من اعراض الفاش الرئوي. طيب نحن وصلنا هون لنهايه الفيديو اللي هو كيف انا بدي اعالج هذا الطير. طيب اخواني حبايبي مثل ما انتم ملاحظين قدامكم، انا في عندي هون عسل وفي عندي رومفول، تمام، وفي عندي مي وفي عندي ليمون وزنجبيل، تمام. اول شيء معلقه صغيره من العسل مع خمس حبات رومفول مع كاسه مي، بغليهم لمده تقريبا 5 دقائق لثمان دقائق، يلي هي العسل رومفول المي، بس نغلو، تمام، مده 5 دقائق لثمان دقائق، بستنى حتى تبرد الخليط، بس حتى يبرد انا هون شو بساوي، بضيف عليه بعض من الزنجبيل المبروش، ببرشه للزنجبيل وبعطيه كمان 5 نقاط ليمون. طريقه واضحه ما فيها شيء، سهله كثير. بتمنى ان شاء الله تكون الفكره وصلت لعندكم وفهمتوا علي انا شو عم بحكي. ويلي ما عرف او اللي ما فهم علي بدكم سايكم اياها عملي، ما عندي مشكله اكتبوا لي بالتعليقات سايكم اياها عملي قدامكم انا وبقدمها لطيوري، ما في عندي انا اي مشكله. كان معكم ابن الشام، بتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم.